عم تتداول الناس في الآونة الأخيرة كل موضوع التطعيم وفي تشجيع للتطعيم. أنا بحب أحكي اليوم للنساء الحوامل التطعيم بالنسبة للنساء الحوامل بشكل خاص. في الآونة الأخيرة في قرار أو في توصية واضحة من وزارة الصحة ومن التنظيمات اللي مسؤولة عن طب النساء بتطعيم النساء الحوامل، لأنه تبرهن علمياً أنه التطعيم هذا ما بضر لا النساء الحوامل ولا الأجنة، ما بنتقل للأجنة زي ما الفيروس بالأول قلنا أنه ما بنتقلش للأجنة، بالتالي هو بحميها عملياً من شغلتين أساسيات، بحميها من أنه تكون وتخلف ولادة مبكرة، وبحميها من أنه يصير عندها جلطات في الأوردة وبتأثر على صحتها وعلى حياتها ممكن. وبالتالي في أهمية قصوى للتطعيم للنساء الحوامل، التوصية هي شاملة. من هون مهم جداً النساء يطعموا للكوفيد-19، لأنه هيك إحنا بنحميهن وبنحمي مواليدهن.